أسطورة إيدلفيس. كان يا ما كان في فاليدا وسط جبل أحب محادثة الحيوانات المخبأة بين صخوره، ولكن في الليل كان يشعر بالوحدة الشديدة والحزن والمرض. كان يبكي دون توقف، وفي كبد السماء كان القمر والنجوم ينظرون إليه دون حول ولا قوة. وفي ليلة كانت نجمة صغيرة جدا ابتعدت عن السماء، وبسرعة اخترقت الأفق الأزرق وسقطت على الأرض وتمددت فوق الجبل، وانزلقت بين الصخور والشقوق العميقة. وحينما رآها الجبل سألها: لماذا سقطت هنا؟ أجابت النجمة قائلة: لقد رأيتك تبكي فقررت النزول لمواساتك. وحاول الجبل إخفاء دموعه بابتسامة، لكن النجمة الصغيرة كانت ترتعش كورقة لأنها أحست بالبرد الشديد. حينها قام الجبل بتغطيتها بلطف وبكل حنان. اقتربت النجمة الصغيرة من جذور الأشجار ونامت. وفي اليوم التالي وكالعادة طلعت الشمس، ويا لها من مفاجأة، متطلعة نحو الجبل، فشاهد زهرة جميلة بين الزهور المخملة المذهبة. لقد رأت إيدلفيس خلال الليل. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.